الرحمن الرحيم، جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مادة نظام السياسة في الإسلام، دكتور صالح الضرعان. تحدثنا فيما مضى عن أركان الدولة الإسلامية، وتحدثنا عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، هذا الركن الأول، وتناولنا الحكم بما أنزل الله، وذكرنا وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، ثم تطرقنا إلى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ثم الأمر الآخر والثالث هو الطريق للحكم بما أنزل الله عز وجل. وقفنا عند الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فهو كما في القرآن كفر وظلم وفسوق، مادة النظام السياسي في الإسلام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، أخوكم صالح الضلعان. تحدثنا عن أركان الدولة الإسلامية، ومن الأركان الركن الأول الحكم بما أنزل الله عز وجل، وتحدثنا عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، وتحدثنا فيه عن وجوب الحكم بما أنزل الله، ثم تطرقنا إلى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقسم، يعني في مراجعة سريعة، إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأحوال التي بني عليها هذا الحكم. فإن كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. ذكرنا بعض المقولات، وكما قولات الشيخ بن سعدي ومن العلماء كذلك السابقين، وذكرنا كذلك فتوى ابن عثيمين رحمه الله. وإذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه، فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم غالبا علماء السلطان فيضلونهم، أو من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فتقع بذلك المخالفة. وإذا كان الحاكم يعلم الشرع لكنه حكم بغيره أو شرع دستورا مخالفا للشرع، يمشي الناس عليه وهو يعتقد نفسه ظالما في ذلك، وهو يعرف أن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإنا لا نستطيع تكفيره. لأن بعض الناس مثلا يأتي المعصية ويعلم أن هذه معصية، فيقول مثل ما يأتي الحاكم إلى تشريع مثلا أمر ويعلم أن هذا الأمر كفر وأنه يخالف الحكم، ويعتقد في ذلك أنه مخالف شرع الله عز وجل، ويعتقد أنه ظالم وأنه يعمل معصية، فلا نستطيع أن نكفر. لكن نكفر من؟ نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه، أو أن حكم غير الله مثل حكم الله لا فرق بينهم، فإن هذا كافر، لقول الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن أعدل من الله عز وجل في حكمه؟ لمن عقل عن الله عز وجل شرعه وعلمه وآمن به وعلم أن الله أحكم الحاكمين، فالله أرحم من الوالدة بولدها، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم آمين. ولكن إذا كفرنا أحدا هل يجب الخروج عليه؟ وذكرنا مقولة فتوى ابن عثيمين رحمه الله في المحاضرة الماضية، لا يعني إطلاقا أننا إذا كفرنا أحدا يجب الخروج عليه، لأن الخروج فيه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ونستطيع الآن أن نضرب مثالا بل أمثلة فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين ومعه القنابل والدبابات، هذه فتوى ابن عثيمين التي ذكرناها وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشريعة. فهذا كلام أئمة الإسلام في القديم والحديث في هذه القضية الخطيرة، وهو محل إجماع عندهم، وهذا ذكرناها في صفحة 102 وصفحة كذلك 103 خلاصة لهذا الأمر، أو صفحة 100 وما قبلها. أما صفحة 102 و103 نعم ملخص لما ذكرناه في السابق المحاضرة الماضية. الآن الأمر الذي سنتحدث عنه هو الطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل، الحكم الطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل. نقول الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق. فالطريق إلى الحكم بما أنزل الله في البلاد التي لا تطبق الشريعة الإسلامية. أما البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية لا، ما عندنا خلاف في ذلك أنهم يطبقون الأمر. فهذا من صفحة 104 إلى صفحة 119 تتحدث عن الطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل، وهو أمر مهم جدا، وهو في المحاضرة هذه سنتحدث فيه سنتحدث عنه، وهو الطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل في البلاد التي لا تطبق الشريعة الإسلامية. وهو هذا الموضوع في من صفحة 104 إلى صفحة 119 في كتابنا الذي دائما نرجع إليه، وهو النظام السياسي في الإسلام للدكتور خالد محمد علي. ونأتي ببعض الفوائد وبعض الشروحات التي تتناول هذا الأمر، وإن كان في الكتاب فيه غنية بإذن الله. في هذا الموضوع الحكم الذي ذكرناه من أركان الدولة الإسلامية هو الحكم بما أنزل الله، لكن كيف يكون الطريق إلى ذلك؟ فنقول أن الشرع المطهر إذا كان قد فرض على المسلمين الحكم بما أنزل الله، فإنه كذلك قد أوضح وبين الطريق السوية الموصلة إلى تحقيق وتطبيق غاية الإيضاح، وبينها أكمل بيان وألزمهم بها، ولم يدع للعقول القاصرة والنزعات العاطفية الجامحة حتى لا تكون هناك فتن ودماء. فمن المستحيل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته آداب الخلاء وآداب الوضع وآداب الطعام والشراب، ويدع تعليمهم الطريق الموصلة لتطبيق شريعة الله عز وجل وتمكين دينه. وسينتظم سلك الحديث بإذن الله في هذا الموضوع في عناصر عدة، أولها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع غير سبيل الله في تطبيق الشرع، أيضا منهج الأنبياء في الدعوة إلى تطبيق شرع الله عز وجل، ثالثا التغيير عن طريق المواجهات المسلحة. أولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع غير سبيل الله في تطبيق شرع الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أمرنا باتباع منهج الله عز وجل في الحكم بما أنزل الله، وأوضح أن سبب تنازع المسلمين وتأخرهم إنما يأتي عند عدم معرفة الطريق الصحيح إلى تطبيق شرع الله عز وجل. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا
وخط عن يمين الخط وعن شماله خططا، يعني خطوط، ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الطرق والخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم طرق قصيرة على جانب الخط المستقيم الطويل وهو صراط الله، وعلى كل رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس السالكين الطريق المستقيم هلموا إلى أين أنتم ذاهبون. فلهذا وإلى متى أنتم واصلون، انظروا إلى هذا الطريق ما أقصره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إلى المستقبل في أبصار الله عز وجل إياه، فكأنه يقول إن المسلمين سيختلفون في الطريق الذي عليهم أن يسلكوه لإعادة الحياة الإسلامية وتحقيق الدولة المسلمة. بل وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث من فتن ومشاكل وكرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يعني أن أركان الإسلام سوف تندثر وتذهب، والحديث معناه ظاهر أنه كلما اشتدت غربة الإسلام كثر المخالفون والناقضون لعراه أي فرائضه، وهم الذين يحاولون القضاء عليها، كما في قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وأول عرى الإسلام نقضا هو الحكم، ويصير الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وهو الواقع اليوم في غالب دول الإسلامية. ومن المعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء، والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف والمخالفة للشرع المطهر. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين لحكم بشرع الله عز وجل. ليس ذلك فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا مغبة الحكم بغير ما أنزل الله، فيلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض. فلقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خصالا خمس تؤدي إلى هلاك الأمة، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، فقال وما لم تحكم أمتهم بكتاب الله ويتخير بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. فهذا تحذير من نقمة الله عز وجل وسخطه. وقد وقع ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال بئيسة يعيشها المسلمون في بلدان العالم، وفتن جسيمة حلت بالمسلمين جراء تبرمهم من حكم الله القوي المتين. فوجب على الأمة أن تستلهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى تحكيم شرع الله عز وجل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكبر الكوائن والملمات التي ستقع بالأمة عند تركها التحاكم إلى شرع الله والبعد عن منهجه جل وعلا. فبعض المسلمين يسلك الطريق المستقيم ولا يبالي بمن حوله من مثبطين ومشككين، غير عابر بطول الطريق حتى يصل إلى الهدف، وهو ليس مكلفا بأن يصل إلى الهدف، إنما هو مكلف أن يستمر بالمشي واضعا نصب عينيه الهدف، فإن وصل فبحمد الله، وإن لم يصل فقد أعذر إلى ربه. انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أهمية الحكم بما أنزل الله، والتحذير من الاحتكام إلى غير شرعه، وأن الاحتكام لغير شرع الله يوصل إلى فتن عظيمة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منها يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فعن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا
حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يا الله، ما هي الفتن التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظ المسلمين يوما كاملا، ينذر ويحذر من تلك الفتن، لا والتي لا بد أن شرها مستطير على الأمة، ولا بد أن هذه الفتن ستهلك هذه الأمة. نعم، تلك هي الفتن التي تنجم عن الإعراض عن شرع الله عز وجل. هذه كلها فتن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة، وهم مع ذلك يريدون أن يسلكوا طريق غير شرع الله عز وجل. فعن العرباض بن سارية: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ أي نشعر يا رسول الله وكأن هذا آخر لقاء يجمعنا بك، وأن هذه لآخر موعظة تعظنا بها، فبماذا تأمرنا حتى نسير على دربك ولا نضل الطريق؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أي قد علمتكم وبينت لكم الطريق الوسطية الواضحة التي لا لبس فيها ولا زيغ، فهي طريق جلية ولا يتركها يتمسك بغيرها إلا كل ضال مضل قد طبع الله على قلبه. فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وعليكم بالطاعة. وإن عبدا حبشيا تأمر عليكم، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد أنقد. النبي صلى الله عليه وسلم وضح المشكلة وأسبابها، ولم يتركنا تنازعنا الأهواء وتلتبس علينا الأمور، بل وضع الحل الجذري الذي لا مراء فيه. فالمشكلة هي حدوث الاختلاف ووقوع الفرقة بين المسلمين، وما أعظمها من مشكلة عندما يختلف المسلمون، إنه من عوائق، بل من أهم العوائق في طريق المسلمين وسبب الوقوع الفرقة، هي ترك المنهجية السليمة والطريقة الواضحة إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في المعاملات، اختلاف في العقائد، اختلاف في الأنظمة الاجتماعية، اختلاف في أنظمة الحكم. إذن فبماذا ترشدنا يا رسول الله في وسط هذه المحن وهذه الاختلافات الكثيرة وهذه الأمواج المتلاطمة من البلايا؟ قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. فالذي عرفناه من سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ومن بعدهم، الذي عرفناه والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان: ما إن تمسكتم بها فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت معك مقياس، وأنت يا أخي معك مقياس بكل قضية، ما ترك القرآن والسنة شيئا بدون بيان وإيضاح. لذلك يقول المولى جل وعلا في محكم تنزيله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن الحذر، كل الحذر من التفرقة بين القرآن والسنة، فإن السنة شارحة للقرآن ومكملة له. ولقد ظهر في القرن الثاني الهجري بدعة زعم أصحابها أنهم قرآنيون، وأنهم يكتفون بالقرآن كمصدر تشريعي ثابت، ودعوا لإسقاط السنة وتركها لأهداف خبيثة، منها إسقاط العبادات ومعظم الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بالسنة المطهرة، وامتدت جثورهم الخبيثة حتى ظهر أحفادهم في زماننا الحالي ممن سموا أنفسهم بالقرآنيين. أما النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقد أخبرنا عن هؤلاء قبل أكثر من 1400 سنة، وأكد لنا أنهم سوف يظهرون مستقبلا. فعن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته بحديث من حديثه فيقول:
بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ثم أمرنا ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر حتى وإن كان هذا عبدا حبشيا، مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب لزوم طاعة ولي الأمر حتى وإن كان ولي هذا الأمر عبدا حبشيا، لأن المؤمن كالجمل الأنف، أي كالجمل الذي جعل الزمام من أنفه فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء حيثما قيد انقاد في طاعة الله عز وجل. هذا شرح للحديث. نخلص من هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لأمته الطريق إلى الحكم بما أنزل الله، فمن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الأمور الصغيرة في نظر البعض كالآداب دخول الخلاء وآداب الطعام وآداب الشراب وغير ذلك، وترك تعليمهم السبيل والطريق الممكنة الممكنة لتحكيم شرع الله، مع أنهم يحتاجون للثانية وهو التحكيم وأكثر من الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ووضح لنا ذلك، لا سيما مع علمه الذي أعلمه الله إياه بما سيقع من فتن واختلافات وهنات. فلهذا التحكيم الطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية ذكرناها ووضحناها وذكرنا بعض الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوحي الذي أخبره الله عز وجل. لذلك ذكرنا حديث العرباض بن سارية اللي في صفحة 106 وتم شرح ذلك. طيب، هناك تعليق وهو نقطة ذكرناها، التغيير عن طريق المواجهات المسلحة والمظاهرات الطائشة. إذا كان قد انتهينا في العنصر السابق إلى وجوب اتباع الكتاب والسنة في تحكيم شرع الله وعدم انتهاء سبيل آخر الوصول لذلك، وبينا الطريق الموصل إلى ذلك، وأن من يعني سلك طرقا غير ذلك توصل الأمة إلى فتن وشرور مستطيرة لا يعلم ضررها إلا علام الغيوب. هناك قوم تنكبوا الوسائل الشرعية والطريق النبوية لإقامة ملة الحنيفية، وتوهموا أن ذلك كائن عن طريق المواجهات المسلحة والمظاهرات الطائشة اغترارا بجموع غريرة. نعم، يعني هناك من يريد إقامة الخلافة الإسلامية، وهناك من يريد أن يحكم بشرع الله، وهناك من يريد الخير للأمة، لكن كيف يحدث ذلك؟ أن المستقرئ للأحداث والمتتبع للأحداث التي نجمت من جراء تغيير هذه الأنظمة الفاسدة عن طريق المواجهات جرت ذلك إلى الويلات. فالتغيير المسلح هو من أشد وسائل ضعف الأمة، وبناء على ذلك شحن النفوس تجاه الحكام والخروج عليهم وإشغال الناس بعيوبهم وما يفعلونه من ظلم وجور، هذا غير صحيح، لأن الحكام الظلمة هم عقوبة يسلطهم الله على الظالمين بسبب ذنوبهم وتفريطهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فليس الحكام الظلمة هم الداء. يقول الطرطوشي رحمه الله: لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم، أي أعمالكم هي التي تحكمكم، كما تكونون يولى عليكم. وقال عبد الملك بن مروان وكان واليا على المسلمين: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. هذا صحيح،
فبعضنا يريد أن يكون أمراؤه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو نظرت في حاله وجدته مقصرا غاية التقصير في دينه، فيا لله العجب. لتكن أنت كالصحابة وقريبا منهم حتى يكونوا ولاتك وأمراءك الصحابة رضي الله عنهم. فالتغيير عن طريق المواجهات المسلحة وهالطرق هذه من مظاهرات الطائشة، يعني ليست من دين الله عز وجل. يقول الحسن البصري: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال أيضا: إنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر بالعقوبة، أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. والسلام. وهذا التشخيص، يعني القول بأن علاج ضعف الأمة هو بالخروج على الحكام وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن، ففيه مفاسد عظيمة جدا، ومنها أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصبر على أئمة الجور والظلم وعدم الخروج عليه ما أقاموا فينا الصلاة، في أحاديث كثيرة متواترة مشهورة لا ينكرها إلا ضال مضل. ففي الصحيحين عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: ستكون أثرة، أي استئثار الأمراء بالمال والحقوق الدنيوية، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه كلها يعني الأمور وأدلة واضحة على الصبر. في صحيح مسلم من حديث حذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم، يعني الأئمة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. ونقل ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهماء. فهذه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصبر على جور الحكام لما في ذلك من حقن الدماء. والعجب، كل العجب، ممن يظن أنه أغير على دين الله من نبينا صلى الله عليه وسلم فيخالف هديه وأمره. ونحن نسمع من كثير من الناس مباركة وفرحا لما يحدث في بعض بلاد المسلمين فوضى وسفك للدماء، فنقول لمن يسره ذلك: تخيل لو أن أباك وأخاك قتل في هذه الأحداث، فهل ستسر بذلك؟ كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. فمن جعل سبب ضعف المسلمين وهوانهم هم الحكام الظالمة فهو مخطئ غير مصيب. والصواب أن تسلط الحكام الظالمة إنما هو عرض لا مرض، وعقوبة يعاقب الله بها الناس إذ هم قصروا فيها وضيعوا حقه. فالنجاة، كل النجاة، الرجوع إلى دين الله عز وجل والتمسك به
ويقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الفاروق الراشد عمر بن الخطاب إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فأسباب النصر والتمكين في الأرض والأمن والأمان في الأوطان قد بينها الله عز وجل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. فمما تقدم بوضوح أن تقصير المسلمين، أن الداء والمرض هو تقصير المسلمين في دينهم ومخالفتهم لشرع ربهم، والحق والدواء هو الرجوع إلى الدين، التمسك به، الاعتزاز به، وأن غلبة الكفار وقوتهم وكيدهم وتسلط الحكام الظلمة على بعض دول المسلمين وتفرق المسلمين واختلافهم إنما هي أعراض لا أمراض، سببها هو إعراض كثير من المسلمين عن دين الله عز وجل. فكيف ينصرنا الله عز وجل والشرك قد ضربت أطنابه ورفعت راياته فالقبور تعبد من دون الله عز وجل؟ كيف ينصرنا الله عز وجل وقد تركنا الصلاة في المساجد والجمع والجماعات؟ كيف ينصرنا الله عز وجل وقد حاربناه وحاربنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالربا؟ هذه سلسلة من الذنوب والعظام التي نجاهر بها ربنا. فإن قيل إلى متى نصبر، فالجواب: قد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، على الحوض. ومع أن سلوك هذه الطريق من أعظم وسائل إضعاف الأمة وإنهاك قوتها وإبادة جهودها، وهو أيضا ذريعة للمتربصين بالدعوة لو ووأديها والإجهاز عليها، فما زال سفهاء الأحلام مصرين على خوضه عن طريق إغواء شباب هذه الأمة بولوجه والسير فيه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. حسبك بهذا الطريق عوجا، أنها مجانبة لما كان عليه سلف الأمة الذين حرموا الخروج على أئمة الظلم والجور. كيف يتحقق الحكم بما أنزل الله عز وجل؟ قد يسأل سائل وقد يقول: كيف يتحقق الحكم بما أنزل الله عز وجل؟ يتحقق الحكم بما أنزل الله عز وجل بما صلح عليها الأولون وهي القرون المفضلة وهم خير القرون، فإن سبيلهم أقوم سبيل موصلة أو موصلة إلى موعود الله عز وجل لهذه الأمة، فهم أهل اللسان وأهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم، فعلينا أن نفهم الإسلام كما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، فهم خير من قام بالإسلام فهما وتعليما وتطبيقا، وحسبهم أن زكاهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخير كل الخير أن يطول الزمن في الطريق إلى تطبيق شرع الله عز وجل ولا يقطعه كيد أعداء الله، خير من أن يستعجل تطبيق الشرع على أشلاء جثث المسلمين. تركت فيكم ما لم أن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. والمعنى كتاب الله وسنتي ففيهما الهدى لمن أراد الهداية. فالتجارب المريرة التي صارت ليلا ونهارا صيفا وشتاء وأملت على الأمة دروسا وعبرا في الماضي والحاضر، هذه التجارب التي هي محاولات التغيير بالعنف يجب أن تظل محفوظة في الذاكرة وأن تكتب وصايا عزيزة للأجيال المتعاقبة، وعلى علماء الأمة ورؤوسها أن يعدوا الأمة إعدادا مؤسسا على العقيدة النقية والحكام الشرعية الصافية حتى يتحقق الحكم بما أنزل الله عز وجل.
منهج الأنبياء في الدعوة إلى تطبيق شرع الله عز وجل، منهج الأنبياء في التحكيم شرع الله عز وجل. الأمر الأنبياء الآن كيف كانوا يدعون إلى تطبيق شرع الله؟ الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى خلق لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ارتكزت جميعهم على بناء العقيدة أولا، كلهم يدعون إلى عقيدة، وتخبرنا بذلك سيرة الأنبياء جميعا، فما من نبي بعثه الله إلا ودعاهم إلى التوحيد الخالص وترك ما سوى الله عز وجل وإن اختلفت شرائعهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فنوح عليه السلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول نوح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هو وصحة العقيدة هم الأصل في دعوة المرسلين. فمن لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الغاية، هي الأصل في دعوة المسلمين، أن التوحيد والتحذير من الشرك التي تصلح بها كل شؤون الدنيا. فإذا صحت العقيدة أذعن الناس لله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على شرعه على هدى وبصيره، ومن ثم يصلح كل شيء من أمورهم الدينية والدنيوية. وهذا لا يعني أبدا أن الرسل لم يهتموا بإصلاح المفاسد الأخرى، ولا أنهم لم يدعوا إلى الفضائل الأخرى، بل جاءوا بمناهج وشرائع تسير عليها الأمم وتصلح شؤون حياتهم الدنيا، وأمروا بالمعروف والإصلاح والعدل، ونهوا عن المنكر والفساد والظلم، وأمروا بكل خير وفضيلة، ونهوا عن كل شر ورذيلة. لكن أعظم الفضائل توحيد الله عز وجل، وأعظم المفاسد الشرك بالله وهو الظلم العظيم. فكان ذلك أعظم أول ما أرسل الله به الرسل، وكهكذا كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس في أي زمان وأي مكان فإنها دعوة قاصرة، وهو إذا لم تقم على التوحيد فإن مصيرها إلى الفشل، مصيرها إلى الانحراف، مصيرها إلى كل أمر فيه وبال، لأن هذا الأصل وهو التوحيد متى ما غفلت عنه الأمة وقعت في كارثة الشرك والابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا نظرنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدناها تنطق بذلك، وهو الدعوة إلى التوحيد. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة تقريبا، فالمرحلة المكية كانت هي مهد البعثة المحمدية، لذلك انصرمت وانصرفت لإرساء عقيدة التوحيد وتهذيب الأخلاق والنفوس. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سفيان بن حرب يبين طبيعة تلك المرحلة الأولى من الدعوة وما كانت تعالجه في النفوس من سلوكيات وما تزرعه من أخلاقيات. فيسأله هرقل عن النبي، يسأل أبو سفيان عن النبي، هرقل يسأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي سفيان بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، عن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. ولهذا دعوة الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى ونبذ الشرك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفة. ولهذا لاحظ أن أبا سفيان لم يقل كان يأمرنا بتغيير أنظمة الحكم أو الثورة على الحكام، وإنما كان كلامه مرتكزا على العقيدة وعلى ترسيخها
في النفوس، فكان لا بد على النبي صلى الله عليه وسلم من إرساء عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما جعل قومه يحملون الحملة الشعواء عليه. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كل باب، وأتاهم بكل دليل، وحالهم إلى الحسن، وضرب لهم أبلغ الأمثال، حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآلهة لا تستطيع أن تدفع عنهم شر الذباب. يقول المولى جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول: يا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاهم بكل الطرق، فبين أن الأصل في بني آدم التوحيد، وبين أن الإشراك من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهو الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالمعروف عند العرب أنهم كانوا لا يخضعون أصلا لحكمه، وكانوا يقيمون المعارك لأتفه الأسباب، وكان أحدهم يشهر سيفه ويرتكب الحماقات لكلمة أو مظنة إهانة. فحرب البسوس، وهي حرب قامت بين قبيلة تغلب من وائل وأحلافها، وبعد قتل رجل من هذه القبيلة رجل من تلك، استمرت 40 عاما، فكانت يعني تنتهي بقتل هذا الرجل والحفاظ على الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر 13 عاما، 13 سنة، يرسل العقيدة ويهذب الأخلاق. فما مما لا شك فيه أن الجهد الذي يبذل في تأسيس الجماعة أكبر وأشق من الجهد الذي يبذل في بناء الدولة ونظام الحكم وتأسيس الدولة. لذا رأينا أن تأسيس الدولة الإسلامية كان عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والتسلام، أفضل الصلاة والتسليم، بعد أن استقرت العقيدة ورسخت في الأذهان وتمكن الدين وأصبح الدين قوة متماسكة لا يستهان بها، عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستعجل قيام الدولة على النظام الإسلامي القويم إلا بعد أن تتمكن العقيدة في نفوس الناس مهما طال الزمن. فالواجب أن لا ندخل على الأمة في متاهات ومشاكل قبل أن تتمكن العقيدة في النفوس. ولهذا استقر واستغرق في مكة 13 سنة في بناء العقيدة، بينما ظل في المدينة 10 سنوات يبني الدولة الإسلامية العظيمة التي انطلق منها شعاع النور والهداية للعالم أجمع. فتغيير أنظمة الحكم والتمكين للدين طبقا لما يراه المندفعون بعواطفهم وحماستهم الطاغية لهو شر مستطير وبلاء عظيم على الأمة. فالطريق الآمن للتغيير كما أسلفنا القول هو العودة الحميدة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من اعتقادات وأحكام وسلوك وغير ذلك، وتربية المسلمين تربية صحيحة خالية من الخرافات والبدع والشركيات وجميع الأفكار المسيطرة عليهم. قال الإمام الحافظ محمد بن حسين الآجوري في كتابه الشريعة صفحة 109 علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان عليه من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي والقاسم، وما كان على مثل طريقتهم وعلى مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. هذه العملية، أي عملية التربية والتصفية، وهي الطريق إلى تحكيم شرع الله عز وجل، هذه صفحة 110 ذكرها المؤلف، ذات شقين تسير في خطين اثنين في آن واحد ولا بد من التقائهما
في نهاية هذين الخطين. الشق الأول هو تنقية العقيدة وتربية، الشق الثاني هو تربية أفراد الأمة وتنشئتهم على أساس من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية وفق ما ورثناه عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى. فالشق الأول عملية تربية المسلمين وتصفية أخلاقهم من البدع، وهي أيضا الطريق إلى تحكيم الشريعة، تحتاج إلى شقين: تنقية العقيدة وتصفيتها من كل البدع والانحرافات والشوائب، وتربية الأمة، أفراد الأمة وتنشئتهم على أساس من الأحكام الشرعية. والمقصود بالتربية هي تنشئة الجيل الناشئ على هذا الإسلام، وخاصة العقيدة الصحيحة من الكتب، من الكتاب والسنة. الشق الأول وهي تنقية العقيدة من كل البدع والانحرافات، نتأمل قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، كما جاء ذكرهم في الحديث الصحيح. نجد أنها تفيض علينا بكثير من العبر والدروس. فالأعمى هو الوحيد الذي تحقق له النجاح والفوز بخيري الدنيا والآخرة، بينما خسر صاحباه الدنيا والآخرة بسبب عدم إخلاصهما وتعلق العجب والغرور بالعقيدة لديهما. فالمقصود بالتنقية والتصفية تنقية الإسلام من كل ما دخله من شوائب، وذلك عن طريق منهج القرآن والسنة وفهم الصحابة. الشق الثاني التربية، يعني تنشئة الجيل الناشئ على هذا الإسلام، وخاصة العقيدة الإسلامية، فلا بد يعني العمل بذلك كما ذكره المؤلف. يعني هذه العملية وهي عملية التربية والتصفية، وهي الطريق، هي تسير في خطين اثنين في آن واحد، ولا بد من التقائهما في نهاية هذين الخطين، وهو تنقية العقيدة. وهذه العملية بشقية هي التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سوف نعلق على هذين الشقين في محاضرة قادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، ويجعل أعمالنا على وفق الكتاب والسنة، ويبلغنا وإياكم جناته، جنات النعيم، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، ويوفقنا لتربية ودعوة إلى التوحيد، وتربية أبنائنا وبناتنا على العقيدة الصحيحة، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.